السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم احوال طيبه. كي درتوا مع الصهد هذا الايام؟ كاين الصهد، ما عرفتش هذا الفيديو بعدا والوقت اللي غنحطوا لكم واش غيكون سخون الحال ولا لا. المهم كاينه واحد الموجات حراره غتبدا نورمالمون، بدات من الخميس وغتسالي الثلاث، الله يرحمنا. وصافي هذا الشيء هذا ما غادي نقولوا. اليوم الشمس حاره حاره بزاف، حتى فاش خرجت من الخدمه مع ديك 4:30 كان الحال باقي سخون، واخا هو في الظل كتحسوا هكا بالبروده شويه، ولكن كاين الصهد. الطابلو ديال الطوموبيل افيشال هي شي 29 دوغري تقريبا هذيك الا مازال تنعقل. المهم جيت للدار تحت شويه، قلت لكم البنات درت لهم هذا السمر كامب، المخيم الصيفي، درت لهم ليكول صافي وسجلتهم فيه. معنا مازال خدامه، وهو هذا السمر كامب غيبقى حتى ل 16 17، وهذاك لادا تيقدر يلقاني انا مازال خدامه. 16 17 قلت لكم 16 زعما في شهر 7، وانا هذاك لادا غيلقاني مازال خدامه، يمكن المهم مازال ما بانش امتى بالضبط غادي نجلس. داكشي علاش قلت هاد لا بيريود اوليو باش نبقى مثلا النهار كامل وهما مسدود عليهم يضلوا، لان غيضلوا غير في الدار الا خرجوا باهم الا داهم للبحر وصافي الا لقى شي وقيته. داكشي علاش قلنا اللهم ندخلوهم نمشيو بعدا غير يستغلوا منها، كاين منها كيبدلوا هكا الجو. وكي كنقول لكم ديما الخرجه مع هكا الصحاب ماشي عاوتاني هي الدار، شويه هكا وشويه هكا. الخرجه مع الصحاب كينشطوا وكيدي فولا وبزاف د الحوايج زوينين. ايوا صافي هذا مكان صافي. جاوا اليوم اسمحوا لي، اليوم كانوا في لابيسين، جاوا مهدودين دوشوا وما ينعسوا، صافي خليناهم خرجنا حنايا شويه نبدلوا شويه الجو. جينا طلعنا لجهه التغازوت على حسب بغينا كنجلسو فشي كافي حدا البحر. في اكادير جيت مارينا كتكون الدنيا عامره، سيختو اليوم الجمعه فين كنصور لكم هذا الفلوق كتكون الدنيا عامره بزاف. داكشي علاش طلعنا للايموران في الطريق ديال في داك الباساج اللي كيخرجكم لجهه البحر عند الكومبينغ ديال ايموران، تما داك الباساج هو اللي شاد دينورا تتبع لكم غير من الطريق اللي في الجنب ديالي. صافي غادي نمشي وغادي نجلسو تما في شي كافي. غالبا هنايا الكافي اللي كتعجبنا هي لونافير، هي اللي كنجلسو فيها في هاد الجويه هادو اللي هنايا. وان شاء الله الا كنت راجعه البنات وتفكرت راه غنصور لكم الطريق ديال الكافي اللي كنت فيها داك النهار اللي كتسولوني فين جات فين جات. ان شاء الله الا تفكرتها كي قلت لكم غادي نصورها لكم. انا هنايا حاولت باش نوريكم تفادي التساؤلات ديالكم، حيت شحال من مره كنوريكم شي بلاصه كتبقاو تسولوني. المهم فاش كتدخلوا مع ديك الطواله اللي قلت لكم ديال الكامبينغ، غتلقاو هاد البلاصه فين هاد ستاسيونيم. هنايا كاينين فيه كاع لي كافي اللي غادي تبغيو او لي ريستو. نتوما شفتو هنايا كلو فيه لي كافي، واحد المنظر جينا معاه دابا زوين. وهادي هي اول كافي كتبداو بها، هي لونافير هي اللي كتعجبني صراحه فيها الجلسه. البلايص الاخرين تقريبا كلهم كيديروا شويه ديال الحوت، كتلقاو عندهم الحوت، غير هو شويه الثمن راه زايد بارابور للمرسى. حنايا دائما هذا هو لوندرو اللي كيعجبنا، نقي وزوين وكي قلت لكم محترم. المهم كتدخلوا كتختاروا نتوما البلاصه اللي فين بغيتوا، بغيتوا لداخل بغيتوا هنايا برا على البحر. ها هي لا فيو اللي كاينه عندكم، كتطلوا على ايموران اولا ديك البلاصه اللي معروفه في ايموران في البحر فين كيطلعوا الناس في داك الجبل اللي هيها. صراحه واحد الجليسه زوينه، مع العلم انا هنايا كنت جالسه في الجنب الفوق، يعني راه كاين القدام الا بغيتوا تجيو منكم الماء زعما منكم على البحر، ما تشوفوش الجنب هنايا فين جالسين الناس فوق الرمله اولا هاد لي روش، كتطلوا ديريكت على البحر لداخل. الجو كيكون زوين بزاف، داك البرد ديال البحر بحال جالس وسط البحر، ما كتحسش راسك نهائيا جالس في كافي. حتى لي بخي بالنسبه للكونسوماسيون كيبقاو ريزونابل، يعني ثمن معقول بالنسبه للجلسه ولا بالنسبه لفين كاينين. تحرك واحد البرد سبحان الله العظيم تحت الضبابه، هانتوما غيبان لكم الجو كي داير، مشات الشميسه تحت الضبابه دغيا تبدل الجو. خديت انا شوكولا شوب
حكم الجو اللي كان صافي. وبقينا جالسين هكا كديسة صراحة ما سخيناش بها نهائيا. والبنات خرجنا صراحة كانت جليسة زوينة. هو شوية تحرك دابا البرد، البرد نيت راكم عارفين حدا البحر منين تيبرد، ولكن بالنسبة للناس زعما اللي باقي باغيين يجلسوا وحسوا بالبرد راه كاين لداخل فين يقدروا يجلسوا. جليسة زوينة، بلاصة نقية تقريبا محترمة، فيها العائلة وهكا جات على البحر والكالم، وكتنطل لهكا الموج وداك البرد كيضرب فيكم سيرتو فهاد الصاد هذا. بنادم ضل النهار كامل مصهودات وهذا، والله العظيم الا دوزنا واحد الكليسه يا سلام. حتى في سيرتو دابا مع الخرج السيمانه كتحسوا انكم خويتو داكشي اللي هازين السيمانه كامله وتنفستو، وعندكم دابا الجهد فين تزيدوا تهزوا. المهم غادي نشوف دابا فين غادي نمشيو، غنقدر الا لقيت الضو في البلاصه اللي كي قلت لكم اللي فيها ديك الكافي ديال ريتشز، الا بان ليا تما الضو نصور لكم الدخله بالضبط فين جات. هانتوما البنات شوفوا شفتنا الرون بوان اللي تحت خليتها لتحت ديال هذا ديال الاورير، غتبقاو جايين مع هذا الشارع هنايا تتبان لكم هذه البلاكه هذه فيها ريتشز. هنايا شفتوا هاد البيست هادي هي غتدخلوا معها، سيروا مع البيست نيشان غنشوفوا واش غتبان ليا من هنايا. ما بغيتش ندير الفلاش باش ما يضربش في الجزاج. ها هي تما هي اللي كيبان لكم داك الضو اللي كيبان لكم في داك التحت راه ديالها، شفتوها هو هو هذا اللي هنايا هو اللي كيبان لكم ضارب في هاد التحت، هي هاديك الكافي. دخلت للدار غادي نصايب دابا واحد الكيكه على حسب باش يلقاو البنات باش يفطروا. درت فيها ثلاثه البيضات، ساشيه ديال الفاني، واحد نص كاس ديال السكر، اللي كيبغيو السكر كثير يزيدوه ماشي مشكل. صافي غادي نحاول نخلط هاد المكونات مزيان تينسجموا مزيان مع بعضياتهم، وغادي نزيد واحد نص كاس ديال الزيت نبدا نضيف به تدريجيا ونبقى نحرك. من بعد غادي نضيف كذلك نص كاس ديال الحليب. صافي غادي نخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم، نضيف كذلك قبصة الملح، هذه ضرورية باش كنوازنوا هكا المذاق ما بين الحلاوة وهذا، وكنخرجوا المذاقات. وكنضيف معلقة ديال الخل كتخلي الكيك ديالكم كيجي هشيش ومنفوخ. صافي ضفت الخمارات على كاس ونص ديال الدقيق، جوج خمارات، وغادي نخلط المكونات مزيان تندخل داك الدقيق اللي عندي كامل. المهم تيبقى على حسب الدقيق اللي عندكم واش كيشرب ولا لا، يقدر كاس ونص زائد معلقه اولا كاس ونص قل معلقه. هنايا بالنسبه اللي بغى يستعمل المولينكس اولا الخلاط الكهربائي ممكن يستعملوه، اولا التراب الكهربائي، كيبقى لكم الاختيار. صافي اون فوا كتبان لي المكونات كلها انسجمات مع بعضياتها كناخد مول. انا فضلت نخدم بهذا الطويل. غادي نخوي تقريبا ثلثين ديال الخليط يعني اكثر من النص، وغادي نجي هنايا بيت انا ندير فيه شي حاجه لداخل اللي تكون كروكون، اختاريت القرقع، وغادي ندير حتى لي بيبيت ديال الشوكولا. هنا لكم كامل الاختيار، اي حاجه بغيتو ديروها ديروها، زبيب، التمر، اللوزيفيلي، الكاجو، اي حاجه عندكم. المهم تيبقى لكم الاختيار نتوما شنو كتبغيو، المهم لي فخويسك مشماش اي حاجه ضيفوها. انا كي قلت لكم الاختيار اللي كان اولا على حسب اللي كان متوفر عندي، اختاريت انني ندير القرقع وشوكولا بيبيت. تقدروا ديروا هكا غير شوكولا اللي عندكم تقطعوا صافي. ومن بعد غادي نجي نضيف داك الجزء اللي بقى ديال الكيك، غادي نحاول نخوي على اساس انني نغطي به الوجه ديال الكيك كامل، باش حيت انا الحشوه باغا تبقى ليا الوسط، ما بغيتهاش باش تطلع ليا الفوق. لهذا كنحاول غنتاكد انني غطيت كامل الكيك، ما بقاش شي بلاصه كتبان فيها الحشوه، لان الا بقات شويه طالعه صافي ملي غادي تجي طيب غادي تطلع مع العجينه غتولي لنا في الوجه. حنايا باغينا تبقى لتحت. بالنسبه لهاد الطريقه ما تكونوا متاكدين انها ما غاديش تنزل لكم كاع لتحت. صافي دخلتها للفران اكيد 180 درجه، كتبقى على حسب المده كل واحد والفران الفران ديالو. غادي نجي خديت هنايا الشوكولات دوبته ضفت ليه، لان انا كنخدم باقبل، خديت واحد المورصو واحد المربعه كبيره.
ضفت ليها تقريبا غير نص كميه ديال الدانيت، ما بغيتش تجيني الكلاصاج ديالها يجيني جاري بزاف. صافي خلطتهم مزيان تنسجموا مع بعضياتهم، وغادي نغطي بهم الوجه ديال الكيك من الفوق على اساس انني الجناب غادي نحاول يعطيني داك الشكل ديال الدميعات كيف ما كتشوفوا، باش هكا كتجي شويه نبدل شويه من داك ديال نغطيو ليها الوجه والجناب كاملين، وديك الساعه تزين زين باش ما بغيتو الكوك او لا اللوز كونكاسي ولا اللوز ايفيلي. انا اختاريت هكا نزوقها بالكركاع صافي، وكان هذا هو الكيك. كيجي غزال البنات، زوين خفيف، وكيجي هكا داك الكروكون ديال الكركاع في الوسط صراحه تعطي واحد اللذه زوينه زوينه بزاف. انا هنايا نحاول نقطع لكم واحد الطريف، مع العلم مازال ما برداتش مزيان، غير باش تشوفوا الشكل ديالها كي كيجي. كتجي انتما يف تقطعتي يبان لكم كتجي هشيشه رطبه 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 فاش تتقيسوها بيديكم وبنينه. اهم حاجه هو انها كتجي لذيذه بزاف، غير من التقطع ديالها غيبان لكم بلي راه مازال سخونه. انتما نحاول هنايا نوريكم شفتوا الحشوه كي كتجي، راه ما كتهبطش نهائيا لتحت كاع كلشي. بالنسبه للناس اللي هكا كيخافوا انها تهبط لهم الحشوه، يمكن لكم انكم ديروا دوزوهم في الدقيق عاد تحطوهم هكا تضمنوا انهم غيبقاو لكم من الوسط. انا صراحه دي الطريقه اللي كندير هكا كنضمن ان الحشوه كتبقى ليا وسط الكيك. وكي قلت لكم هاد الطريقه ديال انكم ديروا شي حاجه الوسط كتبقى اختياريه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يعجبكم. هنا غنقول لكم السلام عليكم، خليت لكم راحه البال. السلام عليكم.